اسباب زياده الالم في رمضان عند الناس اللي صايمين. دونك بزاف الناس قبل ما كندخلوا لشهر رمضان مبارك، دونك كيكون عندهم بزاف المشاكل في فمهم، منها انك تكون عندهم شي سوسه في سنانهم، كيكون عندهم اللثه ديالهم مريضه ولا شي سنه خصهم يحيدوها. دونك الناس كيتهاونوا، ما كيديروش لي سوان ديالهم، او ما كيقادوش المشاكل اللي عندهم في فمهم قبل ما يدخل رمضان. دونك في الوقيته ديال شهر رمضان كتعرف بان في الفطور ديالنا في رمضان كناكلوا بزاف السكريات، منها الشباكيات، التمر. دونك هذا الشيء كنتناولوا بكثره السكريات في الوقيته ديال رمضان اكثر من باقي الايام العاديه. دونك هذا الشيء كيسبب بان ديجا كيكون عنده مشكل في سنانو، ديجا عنده تسوسات، وفي وقيته ديال رمضان كيزيد يكثر داك الشيء، مع كنزيدوا نكثروا من الحلويات والسكريات. دونك هذا الشيء كياثر انه كيلو عندهم بزاف الناس كنلاحظوا عندنا في العيادات عندهم مشاكل كبيره في الفم ديالهم، في التسوسات، في التهابات ديال اللثة. دونك السبب هو راجع لان كيناكلوا السكريات بزاف، وما كايناش حتى ديك حتى واحد ما كايناش الوقايه، يعني ما كيغسلوش سنانهم بزاف في شهر رمضان، خوفا من انهم غادي يسرطوا المعجون الاسنان او غيفطروا ولا غي. دونك استعمال معجون الاسنان في رمضان ما كيفطر ما والو، دونك استعملوه ما كاين حتى شي مشكل.